تنفيذا لقرار العفو الرئاسي، الداخلية تفرج عن 1920 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وعيد تحرير سيناء. في ثاني أيام عيد الفطر، إقبال كثيف على الحدائق والمتنزهات، والداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بتوزيع الهدايا. الجيش السوداني يؤكد أن قيادات الدعم السريع فقدت السيطرة على عناصرها ويتعهد بحسم المواجهات سريعا. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 1920 نزيلاً، ويأتي هذا تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا ارتفعت تكبيرات عيد الفطر المبارك بين جنبات مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة العيد داخله في إطار منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد في أحد محاورها على إحياء المناسبات وإقامة الشعائر الدينية، وفي حضور عدد من قيادات قطاع الحماية المجتمعية وشيوخ الأزهر الذين قدموا التهنئة للنزلاء. كما قدم عدد من رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد. نحن قد أدينا صلاة العيد اليوم مع النزلاء لكي يشعر النزلاء كما يشعر ذويهم أنهم يؤدوا الصلاة في وسط الناس وفي وسط جموع الناس، ويشعرون بشعيرة الله سبحانه وتعالى. كنت بصلي بحرية في جامع واسع في مكان محترم، كلام كويس بجد، احنا اتبهرنا بالحاجة الكويسة اللي شفناها هنا. فرحة العيد امتزجت مع فرحة المفرج عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لعام 2023 بشأن الإفراج عن المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، حيث تم الإفراج عن 1920 نزيلاً. كلمة شرف واتحققت لما الإيدين اتعلمت إزاي تواجه الظروف. لأول مرة تحتضن قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان احتفالية بالمفرج عنهم الذين عبروا عن شكرهم لرئيس الجمهورية ولوزارة الداخلية على النقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر، والتي قومت سلوكياتهم وساهمت في تأهيلهم وفق برامج إصلاحية متطورة بهدف الانخراط في المجتمع. تعلمت ازاي اقرا وازاي اكتب، والحمد لله اللي انا اخرج اعرف اعلم بنتي واربيها كويس. انا ما كانش معايا شهاده، اخدت شهاده مهومه من هناك، واحد مش معاه صنعه بيتعلم بيطلع من هناك بني ادم كويس. انا اتعلمت الشغل اليدوي وان شاء الله اطلع اعمل الشغل ده بره واعلم بناتي. طبعا مراكز الاصلاح والتأهيل اهلتنا نطلع انسان جديد تاني ونشوف اهالينا ونطلع للحياه تاني، ونشكر سياده الرئيس وكل سنه وانتم طيبين. وجاء الافراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل بعد عقد لجان العفو اجتماعاتها والاطلاع على ملفات النزلاء لمعرفه من تنطبق عليهم شروط العفو، والتي اسفرت عن الافراج عن هؤلاء الذين عبروا عن فرحتهم بالافراج وبقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أهلهم وذويهم. أنا بشكر ربنا الأول فوق كل حاجة إن هو الحمد لله أنعم علينا بنعمة العفو الحمد لله، وبشكر برضه الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي فرصة جميلة إن أنا يعني ما أرجعش طبعًا لأي يعني لأي غلطة تاني، إن أنا ممكن إن أنا أقدمها تاني. أنا فرحانة إن أنا خارجة ولولادي وأعيد معاهم وأقضي معاهم العيد، وبشكر سيادة الرئيس إن هو خرجني في العفو.
عشان اكمل تربيه ولادي صح واعلمهم وربيهم. فرحتي فرحتين ان انا مروح لاسط اهلي وناسي، والحمد لله تعلمنا حاجات كتير. والله انا هكون مبسوط ان انا اطلع عايش مع وسط اسرتي وعايش انسان جديد. ينتظر المفرج عنهم حياه جديده عقب الافراج بعدما تعلموه داخل مراكز الاصلاح والتاهيل، لكن تبقى فرحتهم كبيره بهذه اللحظه التي يلتقون فيها مع ذويهم عقب خروجهم من بوابات مراكز الاصلاح والتاهيل ليبداوا من جديد مبتعدين عن كل سلوكيات خاطئه. فالتوسع بالعفو احد اهم ادوات السياسه العقابيه الحديثه. انا مش مصدق ان الايام المفترقه دي العيد بتاعنا والفرحه بتاعتنا هتبقى فرحتين. انا بشكر السيد الرئيس اللي فرح جميع الشعب المصري بالعفو النهارده. كانت احلى فرحه والله اول ما سمعنا ان اخويا طالع وفرحنا جامد والبيت كله كان فرحان. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اخويا طلع وموجود معانا. وهرد للبلد الجميل واقدر اخط المستحيل. ومع تواصل احتفال المواطنين في ثاني ايام عيد الفطر المبارك، شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بالعيد وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم. بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وحرصا من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بالعيد من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية وحرصها على التواصل مع المواطنين والاحتفال معهم بكافة المناسبات، فقد قام رجال الشرطة بتوزيع باقات من الورود على المواطنين من المارة وقائد المركبات في الشوارع والميادين وأماكن الخدمات والارتكازات الأمنية على مستوى الجمهورية. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. ربنا يحميكم ويحفظكم لأن أنتوا بتعملوا عمل عظيم لينا وللبلد. كل سنه طيبين وان شاء الله يكون عيد سعيد علينا. كل سنه وانتم طيبين وتحيا مصر وربنا يخليكم لينا. كل سنه وانتم طيبين. تحيا مصر. تحيا مصر. يا ابطال وبتوفي الوعد كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبتستبع. الله الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا السيسي. كل سنه وانتم طيبين. بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال وتوفي الوعد، واللي هيستهون بتاريخها فورا هيلاقي الرد. يا بلادي روحي فدا ليكي، أقدم حضارات كانت فيكي. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم. بشكر الظباط اللي هم وقفونا وقالوا لنا كل سنة وانتم طيبين، وهم دايما في الشارع ومتعاونين معانا وحاسين بالأمان معاهم. تبادل رجال الشرطة والمواطنين التهنئة بالعيد مع حرص المواطنين على التأكيد على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع الوطن، متمنين لهم مزيدا من النجاح في أداء رسالتهم الأمنية. شرطة بجد يعني أمن وأمان للشعب المصري. وزارة الداخلية بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يكرمكم ويقويكم. بشكرهم كلهم كل الشكر وموفرين لنا الامان وكل حاجه حلوه في الحياه. كل سنه وانت طيب وكل مصر كلها بخير وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. واللي هيستهون بتاريخها فورا هيلاقي الرد. مصر بخير والله. ربنا يخليكم صح عليك يا جماعه. مصر ام الدنيا. كل سنه وانت طيب. تحيا مصر والله. يا بلادي.
أجرت الأجهزة التنفيذية في مختلف الحدائق أعمال الصيانة والتطوير لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفي هذا الإطار يمارس الزوار في حديقة الطفل بمدينة نصر الأنشطة المختلفة، خاصة بعد تجهيز كل مسطحاتها وتطوير منطقة ألعاب الأطفال بها. كعادتها في كل عيد، حديقة الطفل بمدينة نصر تستقبل المواطنين بكثافة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للتمتع بالأنشطة المختلفة خاصة بعد تجهيز كل مسطحاتها وتطوير منطقة ألعاب الأطفال بها. الحديقة طبعا عبارة عن مساحتها 22 فدان، بها أنشطة عديدة، ملاعب أطفال جميلة جدا، في مطاعم، كافتريات، كافيهات، في مطاعم خارجية تخدم الجمهور. الحديقة تم تطويرها السنة اللي فاتت، وطبعا بها طبعا تطوير شامل من مشايات، كهرباء، إضاءة، مية، رشاشات مية، يعني خضرة، تغيير النجيلة بالكامل. حديقة الطفل هنا من أميز حدائق المشروع عندنا، في أماكن خضرة كتير والزرع زي ما انت شايف حضرتك كده، الجنينه مجهزينها لاستقبال الجمهور، وعندنا ملاهي وكافيهات وجميع سبل الراحه يعني للجمهور. احنا بنغطي الحدائق، بنقدم خدمه الاسعافات الاوليه لاي مصابين، لو حد وقع من الاطفال لا قدر الله لاي حاجه، وعندنا بنقدم لو في حد محتاج ان هو يتنقل للاسعاف، ده متاح برضه عندنا، بنتواصل مع وفد العمليات المركزيه وهم بيقدموا لنا عربيه الاسعاف. حديقه الطفل التي تقع على مساحه 20 فدانا تتميز بتوفير مسارات للمشي بين مسطحاتها الخضراء الواسعه، فضلا عن تجهيز مناطق خدمات لوجستيه تحتوي على المطاعم ومناطق العاب للاطفال، وهو ما جعلها مناسبه لمختلف الفئات والاعمار. لا انا دي ل 11 سنه باجي هنا، دي ل 11 سنه بجيب ولادي واجي هنا، الدنيا تمام والدنيا زي الفل هنا تمام. حديقة ممتازة ونظيفة والدنيا يعني حلوة الحمد لله، والأولاد مبسوطين بالحديقة. الأجهزة التنفيذية التي استبقت عيد الفطر بإجراء أعمال الصيانة والتطوير في مختلف الحدائق جنت ثمار جهودها، بعدما أصبحت تلك الحدائق هي المتنفس الأول للمواطنين خلال أيام العيد المبارك. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. يتواصل توافد المواطنين على حديقة الأسماك بجزيرة الزمالك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتعد هذه الحديقة أحد أهم المقاصد الترفيهية في الأعياد والمناسبات، لما تحتويه أيضا على أنشطة مختلفة من ملاهي وأماكن للأطفال. مناظر خلابة وأشجار وأسماك متنوعة بألوان جذابة تجدها بحديقة الأسماك بجزيرة الزمالك، التي تعد أحد أهم المقاصد الترفيهية في الأعياد والمناسبات، لما تحتويه أيضا على أنشطة مختلفة من ملاهي وأماكن للأطفال. مصر ما شاء الله جميلة، فيها يعني بنحتار نخرج فين ولا فين ولا فين. مصر جميلة، مصر أحلى بلد في الدنيا دي كلها والله بجد. أكيد كل عيد بيختلف عن العيد اللي قبله، وفي طبعا اماكن معينه بيبقى الواحد ليها معزه خاصه وذكريات، طبعا بيبقى مهما يروح مره واثنين او ثلاثه بيبقى برضو عنده استعداد يروح تاني. والله اقدر اقول لحضرتك ان ده من 9 سنين اول عيد اقضيه في مصر. والله فطبعا اتفاجئت بالاجواء جميله جدا ما شاء الله. ولليوم الثاني على التوالي بعيد الفطر المبارك استمر توافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات ومنها حديقة الأسماك ليستمتعوا بأوقاتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم. أحلى حديقة الصراحة، فيها ورد كتير وفيها مكان للتصوير وكده. بنقضيها في الحدائق العامة، يعني حديقة الأسماك هنا عجبانة، تغيير برضو الورد بتاعها، مكانها نضيف، بنروح القلعة، بنروح الأهرامات، بنروح كذا مكان يعني مصر بيعجبنا. كانت حديقة الأسماك وشهرتها حديقة الجبلاية التي تبلغ مساحتها ما يقرب من 10 أفدنة مع مجموعة من الحدائق المجاورة، قد أنشئت عام 1867 في عهد الخديوي إسماعيل. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية في القليوبية إقبالا من المواطنين للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث فتحت الحدائق أبوابها منذ الصباح الباكر لزوارها للاستمتاع بجمال الطبيعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية التي تتميز بها حدائق القناطر. كما شهدت المدينة زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الصغيرة، حيث تحولت المتنزهات العامة ومنطقة الشلالات والحدائق إلى ملاه مفتوحة للاستمتاع بأجواء العيد.
هذا وقد احتفلت اليوم عدد من الدول بعيد الفطر المبارك بعد تأكد من رؤية هلال شهر شوال بحسب الموقع الجغرافي لها. وتماثل عطلة العيد عند المسلمين إدانا بإقامة الصلاة والفرح وتبادل الزيارات العائلية. مع تحري الدول لرؤية هلال شهر شوال تباين حلول عيد الفطر المبارك في بلدان العالم بحسب الموقع الجغرافي على المعمورة. اليوم احتفلت عدد من الدول بأول أيام عيد الفطر، ومن أبرزها إندونيسيا وماليزيا وباكستان والهند وبنغلاديش في تجمعات كبيرة، وسط شعور بالارتياح لتمكنهم من الاحتفال بحرية بعد رفع معظم قيود جائحة كورونا. وفي إندونيسيا أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، أدت الحشود صلاة العيد في ملعب عند مجمع الجامع الأزهر في جاكرتا. كما في الهند شارك اليوم مئات المسلمين في نيودلهي في صلاة عيد الفطر في المسجد الجامع، أحد أكبر المساجد في الهند. ومثلت عطلة عيد الفطر عند المسلمين في باكستان يوم السبت إذانا بإقامة الصلاة والفرح وتبادل الزيارات العائلية. وفي دولة بنغلاديش أدى اليوم الملايين صلاة العيد بعد الانضمام إلى عائلتهم، حيث يسافر عدد كبير من السكان من المدن الكبرى إلى القرى في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بالعيد. تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم لمناقشة وقف إطلاق النار وسبل تمكين عمليات الإغاثة الإنسانية من أن تصل إلى المصابين والجرحى. وتناول شكري الجهود التي تطلع بها مصر من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف، مشددا على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب الخروقات في هذا الشأن حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق. كما أكد وزير الخارجية على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة. أكدت وزارة الخارجية أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة والسلطات السودانية والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصلياتنا في بور سودان ووادي حلفة أوضاع الجالية المصرية، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك. ونشدت الخارجية جميع المصريين المتواجدين في السودان بالتزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر والانفلات الأمنية، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، وذلك لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء. أعلن الجيش السوداني أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى العاصمة الخرطوم وباقي مدن السودان، مشيرا إلى أنه تمكن بشكل كبير من صد الاعتداء الذي قامت به قوات الدعم السريع. وقال الجيش السوداني إن قيادة قوات الدعم فقدت السيطرة على عناصرها، مشيرا إلى أن ما يتم من مواجهة متقطعة هي محاولات بائسة للسيطرة على الوضع، مشددا على أن قوات الجيش تتعامل بحسم مع تلك المحاولات. ونوه الجيش السوداني إلى أنه يصعب تحديد موعد محدد لانتهاء المواجهات متعهدا بإنهائه سريعا، وأكد أنه عمل على تجنيب الشعب السوداني مخاطر كبيرة، معتبرا أن الاعتداء على السجون وإطلاق سراح النزلاء شكل تهديدا كبيرا لأمن البلاد. وفي شأن آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية موافقة قائدها العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعاية عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من السودان، وذلك بعد تلقي اتصالات من زعماء تلك الدول حول هذا الشأن. وأكد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها إجلاءهم ستبدأ خلال الساعات القادمة، موضحا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستقوم بإجلاء دبلوماسيها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري من الخرطوم. كما أكد البيان أنه تم إجلاء البعثة السعودية في وقت سابق برا إلى بور سودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق.
وفي هذه الأثناء أعلن التلفزيون السعودي وصول العشرات من السعوديين وراعي دول أخرى بحرا إلى مدينة جدة بعد إجلائهم من السودان. على جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سلامة الأمريكيين في السودان. وذكر بيان صادر عن مكتب المسؤول الأمريكي أن الطرفين ناقشا تطورات الوضع في السودان. يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن الخيارات المحتملة لإخلاء سفارتها في خضم الاشتباكات الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. موسكو تؤكد سيطرتها على مناطق جديدة غربية بخموت، وكييف تتحدث عن تأهب سفن روسية حربية بالبحر الأسود بينهم غواصتان مزودتان بصواريخ كاليبر. أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا ردا بالمثل على طرد الجماعي لدبلوماسيها من برلين. وقالت الخارجية الروسية إن السلطات الألمانية اتخذت قرارا بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، ونددت بتصرفات برلين التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية بحسب تعبيرتها، ولم تكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين يتعلق بهم القرار. أعلن الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا رفضه للانخراط في الأزمة الأوكرانية، معربا عن رغبته في المساهمة في إيجاد حل تفاوضي بين روسيا وأوكرانيا. وعقب لقاء مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا في لشبونة، أكد الرئيس البرازيلي الحاجة الملحة لجلوس مختلف الدول على طاولة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا في سبيل إنهاء الحرب وإرساء السلام. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الهجومية سيطرت على 3 مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة بخموت الأوكرانية. وأضافت الوزارة الروسية أن القوات المحمولة جوا قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة. وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي عم دمار معظم مناطقها. أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني أن القوات الروسية تحتفظ ب11 سفينة حربية في حالة تأهب قتالي في البحر الأسود، بما في ذلك غواصتان مسلحتان بصواريخ كاليبر. أضاف الجيش الأوكراني أن الوضع في المنطقة الجنوبية ما يزال صعبا رغم مواصلة القتال، حيث يتألف تجمع السفن الروسية في البحر الأسود من 11 وحدة، بما في ذلك حاملتا صواريخ من الغواصات مسلحتان ب8 صواريخ كاليبر. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 53 هجوما روسيا في مناطق بخموت وأفيديفكا ومارينكا وتشاختارسك. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن العمليات القتالية الأشد مستمرة في بخموت، وأشارت إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية الهجومية في بخموت وأفديفكا ومارينكا وتشختارسك، لافتة إلى أن القوات الروسية قصفت المواقع الأوكرانية باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق والمدفعية الثقيلة وطائرات مقاتلة. أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني مقتل 470 طفلا وإصابة 949 آخرين منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير من عام 2022. وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
أضاف المدعي العام أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونتسك وتليها خاركيف وخرسون. جدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي دعواته للأطراف المعنية لإقامة محيط أمني حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا في أوكرانيا. وقال المسؤول الأممي إنه لمس خلال زيارته الأخيرة للمحطة النووية مؤشرات واضحة على استعدادات عسكرية في المنطقة، معربا عن قلقه بشأن الوضع في محطة زابوريجيا بعد ورود تقارير عن خبراء الوكالة في الموقع تفيد بسماع انفجارات ما يشير إلى قصف مكثف. أهلا بكم من جديد. وجه وزير الدفاع الياباني ياسوكازو همادا قوات الدفاع الذات اليابانية بزيادة الاستعدادات ورفع حالة التأهب لاحتمال سقوط صاروخ كوري شمالي فوق الأراضي اليابانية، من المقرر إطلاقه حاملا أول قمر صناعي للتجسس. وذكرت مصادر حكومية يابانية أن قوات الدفاع الذاتي ستعمل على نشر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية الصنع باتريوت وسفينة مدمرة مجهزة بنظام إيجيبس المضاد للصواريخ تحمل مقذوفات اعتراضية من طراز ستاندرد ميسايل 3. وأفاد أحد المصادر أن القوات ستقوم باستعداداتها لتكون قادرة على الرد على أي إجراء قد يتسبب في إلحاق الضرر باليابان. أكد وزير خارجية الفلبين أنريكي مانالو أن خلافات بلاده مع الصين في بحر الصين الجنوبي لا تمثل مجمل العلاقات بين البلدين. جاءت تصريحات وزير خارجية الفلبين خلال إجراء محادثات ثنائية في مانالا مع نظير الصيني تشين جانغ. ومن جهته شدد وزير خارجية الصين أن بكين مستعدة للعمل مع الفلبين للتوصل إلى توافق بين البلدين وحل الخلافات بشكل مناسب. وتقول الصين إن لها أحقية في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، والذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها ب3 تريليونات دولار، ويعتقد أنه غني بالمعادن ورواسب النفط والغاز. وافقت رئيسة اليونان على طلب من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لحل البرلمان وإجراء انتخابات في 21 مايو المقبل. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني عن موعد الانتخابات خلال اجتماع لمجلس الوزراء في أواخر مارس الماضي، أي قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته رسميا في يوليو القادم. وستجرى الانتخابات بنظام التصويت النسبي. وتظهر استطلاعات الرأي أنه ليس من المرجح أن يحصل حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه ميتسوتاكيس ولا حزب المعارضة اليساري على الأصوات اللازمة للفوز بأغلبية برلمانية مطلقة. ارتفعت حصيلات قتل انزلاق الترب الهائل الذي وقع خلال الأسبوع الماضي على المنطقة الحدودية الباكستانية الأفغانية إلى 8 أشخاص. ووقع انزلاق الترب عند معبر تورخام الحدودي الأكثر استخداما بين البلدين، حيث كانت أكثر من 100 شاحنة تنتظر العبور. ووقع انزلاق التربة بمعظمه على مسافة نحو 120 مترا من المعبر الحدودي الرئيسي، وتسبب في اندلاع حرائق. ولم يتضح سبب انزلاق التربة على الفور، لكن أحد المسؤولين قال إن آلات ثقيلة استخدمت على مدار أشهر في مشروع توسعة في التلال المحيطة بالمعبر الحدودي، مضيفا أن أمطارا غزيرة خلال الليل قد تكون ساهمت في ذلك. تجمع ناشطون في مجال مكافحة تغير المناخ أمام مبنى البرلمان البريطاني بمناسبة يوم الأرض للحث على اتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري. هذا واستعد متطوعون في جميع أنحاء العالم لزراعة الأشجار وإزالة النفايات بمناسبة الذكرى السنوية 54 لهذه المناسبة. يأتي يوم الأرض هذا العام بعد أسابيع من الطقس المتطرف، إذا ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في تايلاند، وتعرضت الهند لموجة شديدة الحرارة حيث لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم بسبب ضربة شمس في حفل مطلع الأسبوع الماضي.
أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية أنه تم العثور في بحر الصين الجنوبي على حطام سفينة تجارية يابانية كانت قد غرقت إدبان الحرب العالمية الثانية، وعلى متنها 864 جنديا أستراليا، مما يغلق فصلا مأساويا من تاريخ البلاد. أضافت الوزارة الأسترالية أنه تم اكتشاف حطام السفينة مونتيفيديو مارو شمال غربي جزيرة لوزون الفلبينية، وكانت السفينة التي لا تحمل أي علامات تنقل أسر حرب، وفقدت منذ إغراقها قبالة سواحل الفلبين في يوليو عام 1942، وكان قد تم إغراقها بواسطة غواصة أمريكية دون أن تعلم أنها تنقل أسر حرب. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لأحد عشر مليون وخمسمائة ألف مستفيد تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري. وكشفت وزارة الصحة عن ارتفاع معدل أداء المبادرات الصحية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53% مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية تقدم خدماتها مجانا لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر. جهود دؤوبة تقوم بها الدولة المصرية لتطوير القطاع الطبي ولا سيما في المحافظات من خلال تطوير المستشفيات وتزويدها بأفضل الإمكانيات. يأتي على رأس تلك المشروعات مشروع تطوير مستشفى بني سويف التي صارت صرحا من أهم الصروح الطبية بمصر في الآونة الأخيرة. تعد مستشفى بني سويف التخصصي صرحا طبيا كبيرا على أرض المحافظة بأحدث الإمكانيات وبمواصفات عالمية بعد تطويره ضمن خطة شاملة للمنظومة الصحية لتقديم أعلى خدمة صحية للمواطنين بأقسام طبية جديدة وتخصصات نادرة تنفيذا لتوجيهات الدولة. مستشفى بني سويف التخصصي أكبر مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة بني سويف. المستشفى تم تطويرها ورفع كفائتها بناء على توجهات الدولة بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن. المستشفى تقدم خدماتها على مدار الـ 24 ساعة في جميع التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة والجراحات التخصصية، بالإضافة إلى أسطرة القلب والرعايات المتوسطة والرعايات المركزة والحضانات. المستشفى تقدم خدماتها لجميع المرضى من محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة، سواء مرضى التأمين الصحي أو غير المنتفعين بالتأمين الصحي، وتتحمل الدولة كامل التكلفة عن طريق استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي أعباء مالية على المواطن. مراحل التطوير داخل المستشفى تشمل 3 مراحل، حيث شمل التطوير الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، والتي شملت مبنى لـ 46 عيادة خارجية بمبنى مكون من 3 أدوار يتضمن استدعاء إلكترونيا للمرضى لزيادة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. الناس هنا من اللي أنا جاي لهم لا شكروا جدا في الأطباء وفي زيارتهم وهم تبعتهم، حتى طائم الخدمة والتمريض كلهم ناس بصراحة على أعلى مستوى، فبصراحة ده صراحة أنا بتشرف به. بالإضافة إلى تجهيزات تشمل تشخيصا كاملا للمريض في العيادة وإنشاء 6 عيادات للأسنان وعيادات القلب بكل أنواعها التشخيصية وعيادات تشخيصية لمرضى فيروس سي في الطابق 3 من المبنى الذي تم إنشاؤه في عملية التطوير بالمستشفى، ووحدة تعقيم مركزي بالبلازما و 192 سرير إقامة داخلية. تعتبر مستشفى بني سويف التخصصي إحدى مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهي أكبر مستشفى داخل محافظة بني سويف، تستقبل المترددين من داخل وخارج المحافظة، تقدم الخدمات العلاجية المجانية لجميع المترددين على المستشفى من استقبال وطوارئ وعيادات خارجية وعناية مركزة وأطفال مبتسرين، بجانب الجزء الخاص بالعمليات الجراحية وعلاج الأورام، كذلك القسم كامل للأشعة التشخيصية
وقسطرة القلب. كما شهدت مراحل التطوير المبنى الرئيسي بإنشاء قسم قسطرة القلب مزود بالعناية المركزة وتجديد غرف وإمداد المستشفى بتكييف مركزي ليغطي كامل أرجاء المستشفى. وازدادت الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعد انتهاء المرحلة الأولى من حيث غرف العناية المركزة ورعاية القلب وغرف العمليات والأقسام الداخلية وحضانات الأطفال. مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. فاطمة خليل والمزيد من التفاصيل والأنباء الاقتصادية إليك فاطمة. شكرا ليلى عمر، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. شهدت فنادق الغردقة توافدا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك على شواطئها بمشاركة السائحين الأجانب، حيث شهدت المدينة رواجا كبيرا وارتفاعا في نسبة الإشغالات. رواج كبير شهدته فنادق الغردقة مع حلول عيد الفطر المبارك وسط برامج ترفيهية للنزلاء المصريين والسياح وتنوع الأكلات. استقبلت فنادق الغردقة عددا كبيرا من الحجوزات خلال عيد الفطر. استشهد إجازة العيد ارتفاعا في نسبة الإشغالات لتصبح جميع فنادق المدينة كاملة العدد بحسب أحد مدير الفنادق الذي أوضح أنه تلقى عددا كبيرا من الحجوزات بنسبة إشغال 100% خلال أسبوع العيد. احنا الحمد لله بنقدم مظاهر مختلفة عن كل سنة، وبنحس النزيل يحس ان هو مفيش فرق بين البيت ومظاهر العيد عندنا في الفندق. من اول مدخل النزيل او في منطقة الاستقبال هتلاقي مقدمين ان شاء الله كحك وبوديفور وكل الحلويات الشرقية، فالجسم ما بيحسش بأي فرق. كمان ما بيجي ننزل مطاعم بنقدم اكلات مختلفة اللي هي الخاصة بالعيد زي الفسيخ والرنجة زي اللحمة الضاني زي الفتة. ارتفاع نسبة الاشغالات يرجع الى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية خلال العيد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات حركة رحلات الطيران السياحية الخارجية. ورفعت الفنادق درجة الاستعداد القصوى لاستقبال آلاف السائحين، كما جرى رفع حالة الطوارئ بالقطاع السياحي طوال فترة إجازة العيد. عاملين حساب ان احنا طالعين من رمضان، عاملين الصبح كده برضك استيشن برضك للكحك والغريبة والبسكوت والكلام ده كله، الحمد لله كله موجود. وبرضك الجست برضك جميع الجنسيات بتحب انها تنزل مصر، لازم برضك بتحب تدوق الأكل المطبخ المصري بتاعنا والأكل الشرقي بتاعنا. المنتجعات السياحية شمال الأحياء أعلنت اكتمال عدد السائحين خلال العيد رغم ارتفاع الأسعار، حيث بدأت الحجوزات لأيام العيد قبل الأسبوع الماضي لاختيار الغرف المناسبة والفنادق التي يفضلونها. ذكرت وزارة البترول أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطط القومية للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار، منها مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والإيثانول الحيوي ومشتقات الميثانول والسيليكون المعدني. هذا وشددت الوزارة على الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض، وبهدف مشروع تكنولوجيا الأخشاب الجاري تنفيذه في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة لإنتاج 205,000 متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 69% لتصل إلى 81.66 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 65% مسجلا نحو 77.87 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 12% لتصل إلى $2.48 للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 71% لتسجل نحو $2.23 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقعت حكومة ألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو اتفاقية بشأن مساهمة ألمانيا بقيمة 3 ملايين يورو في مشروع تطوير الإمكانات الصناعية والسياسات والتشخيص من أجل التعافي الأخضر لأوكرانيا. وأعلنت العديد من الدول بالفعل عن استعدادها لتقديم الدعم المالي لإعادة إعمار وترميم الطاقة والبنية التحتية للنقل والمرافق الصناعية التي تضررت أو دمرت بالكامل نتيجة الهجمات الروسية. وينص مشروع اليونيدو على إجراء البحوث والتشخيصات في الصناعة لا سيما في مجالات كفاءة الطاقة والاقتصاد والطاقة الخضراء وتحسين معايير الجودة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وليلى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. مشاهدينا، في ختام النشرة هذه عناوين الأخبار. تنفيذا لقرار العفو الرئاسي، الداخلية تفرج عن 1920 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. في ثاني أيام عيد الفطر إقبال كثيف على الحدائق والمتنزهات، والداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بتوزيع الهدايا. الجيش السوداني يؤكد أن قيادات الدعم السريع فقدت السيطرة على عناصرها ويتعهد بحسم المواجهات سريعا. وبختام العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة. إلى اللقاء.